السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن حاجة اسمها أوتلاينر. أوتلاينر بتسهل علي تنظيم الشغل. احنا شفنا موضوع الجروب وشفنا موضوع اللاير، هنشوف دلوقتي الأوتلاينر. بجيب من ويندوز أقول له شغل لي الأوتلاينر، ده بيجيب لي كل المكونات الموجودة في قلب المشروع. تمام، ممكن أنا مثلا أجي هنا أقول له أنا عايز الحاجات ديت، عايز أعملها جروب، اعلم العناصر اللي انا عايزها واقول له اديت جروب من الجروب، خلاص ده بقى جروب اهوت. تمام، وعندي في كذا جروب تاني. تمام، الجروب ده ممكن اكون انا عايز اسميه اسم عشان ما ادوش، ادوس كليك يمين واقول له انتاير انفو وابدا اختار الاسم واختار اللاير، ممكن احط انقله على اي لاير انا عايزها. تمام، ممكن اختار له مثلا اسم مأذنة، ماشي. ممكن اقول له انا عايز ده هايت يخفيها لي، ممكن بعد كده اجي هنا اقول له لا مش هايت، انا عايزها تبقى مقفولة محدش يقدر يعدل فيها. ممكن اقول له طيب، احدد لها طيب. فبتسهل عليا ان انا اقدر اتحكم في العناصر، ابدا اشوف ايه العناصر دي مثلا اخفيها اظهرها اقفلها زي ما انا عايز. ابدا اشوف الجروبات اللي موجوده عندي في قلب المشروع، اقدر اقفل اي جروب فيهم او اخفيه او اظهره، ده جروب مثلا من ضمن الجروبات الموجوده. تمام، فبتديني تنظيم اكتر للمشروع اللي انا شغال عليه في برنامج السكتش اب.